متواصلين معاكم مستمعينا الكرام، وراح ننتقل إلى دولة الكويت، وتحديدا معانا ضيف إن الشرف إن نحن نستضيفه في بلد الثاني وإذاعته الثانية، حمد بودستور مدرب تنمية بشرية. صبحك الله بالخير أخوي حمد. هلا والله بالخير أستاذ مباركة، صبحكم الله بالنور. صراحة تشرفت بهاللقاء هذا وأنا قاعد أسمع من الصبح، الشرف لنا. الله يحفظك إن شاء الله ويحفظك ويحفظك يا رب، وشكرا على تلبية الدعوة والمداخلة الجميلة اللي طبعا انت تفضلت بها. واكيد حمد اليوم نتكلم عن العطاء، لكن نعم بإذن الله ان شاء الله. ايوه بناخذ العطاء من جانب اخر، وراح نتكلم عن العطاء في العمل، ايش رايك؟ بإذن الله ان شاء الله نتكلم عنه. اول شيء خلنا ابي اوضح وجهة نظري انا شخصيا بالعطاء. تفضل. العطاء هو انك تعطي شيء من 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 ما تحب ومن غير مقابل. لازم يكون العطاء من غير مقابل اساس يكتمل محاور العطاء او يسمى بالعطاء. زين دكتور، العطاء شنو فائدته؟ احمد انا بقاطعك هني، ليش بدون مقابل؟ ايه راحتك. ليش بدون مقابل؟ من غير مقابل لان اذا انتظرت المقابل، عفوا يعني في مجتمعاتنا او غير المجتمعات المقابل احتمال كبير يكون غير المتوقع. أوكي. في ناس وايد يسوون شيء خير والمقابل يكون شر، فمع الاسف الانسان اللي ينتظر مقابل يعلق روحه بشخص اخر، وهذا جدا مرفوض عندنا بقانون العطاء. حلو ويا وصلت. جميل. لما يعطي من غير مقابل يدري انه انا ما انتظر كلمه احد، لانه مستحيل انا اعطي وانتظر اعلق حياتي وأعلق نجاحاتي كلها برأي شخص ثاني. قد يكون بالنسبة لأنا هذا مو نجاح، ولكن نجاح بالنسبة لي أنا اللي مفروض أنجح، أنا اللي أكون سعيد. العطاء هو أفضل أو أكبر باب للسعادة، للسعادة الشخصية. شون أنا أقدر أكون أو أقدر أسعد نفسي بنفسي دون رأي الآخرين، مع احترامك حق كل الآخرين، ولكن أنا لازم أسوي شيء حق نفسي، أنا لازم أحقق ذاتي، لازم أسوي شيء وأحط لي بصمة هالدنيا هذه، لأن كلنا داشين في هالدنيا وطالعين. صح. في شخص اللي يمر ويدش ويطلع من هالدنيا ولا كأنه في شيء مر، وفي أشخاص اللي حطوا بصمات بهالدنيا هذه. فالعطاء الشيء الوحيد اللي ممكن يتم موجود بالدنيا بعد رحيل الشخص أو الإنسان. والعطاء طبعا في له مراحل، يجب الشخص أن يكون العطاء حياة العطاء. فمن مراحل العطاء، وهذه المراحل تعتبر مراحل متقدمة، في شيء اسمه إدمان العطاء، هذا ممكن نتكلم عنه احنا بالمراحل المتقدمة بعدين. نعم. ولكن خلينا نتكلم عن العطاء بالوظيفة. طبعا دائما احنا مع الأسف بمجتمعاتنا ربطنا العطاء بأن لازم أكون أنا شخص ثري، شخص أساس ممكن أعطي. العطاء من ما أملك، شنو عندي أنا ممكن أعطي، أقوم بعطائه وأكون لا أنتظر مقابل. يعني مثلا إذا عندي مهارة، عندي وظيفة معينة، عندي أي شيء معين ممكن أنا أعطيه، يبتدي من الابتسامة، تخيلي اختفاطنا من الابتسامة إلى الكلمة الطيبة إلى ما لا نهاية، إلى التضحية بالروح والتضحية بالنفس حق الوطن وحق الدين وحق كل الشفوات. هذه كلها تعتبر أنواع من العطاء. إذا تخصصنا اليوم بالعطاء بالوظيفة، فممكن أنا في بعض الأشخاص يدور الفرص اللي يعطي فيها، هذه في المراحل المتقدمة. نعم. يعني بعد دوامة يحاول يشوف له فرصة يعطي فيها، يمر مستشفى، يمر دار مسنين، يشوف له أحد فقير بالشارع يعطيه فلوس. الله. يعطي كلمة حلوة، عامل تخيل. حلو يعني. وايد حلو. لما أمر على بناية مثلا وأشوف عمال يشتغلون، أمر عليهم أقول لهم يعطيكم العافية ما قصرتوا، وأمشي خلاص. ما تعتقدين الأثر اللي يوقع بالأشخاص هذه، والقوة اللي تيهم بالكلمة هذه. أنا ما خسرت شيء. نعم. قلت لهم كلمة بس. أنا لما أمر على موظفيني وأقول لهم مثلا كلمة معينة، الله يعطيكم العافية ما قصرتوا اليوم، ما شاء الله كلكم جايين مبكر، هذا نوع من العطاء يخلي الشباب يشتغلون، يحفزهم أكثر على العطاء بعد، يحفزهم أكثر على العطاء. نعم بالضبط. عطاء يعطي عطاء. أنا لما أكون بوظيفة ما بالضبط، لما أكون أنا بوظيفة معينة اختفاطنا، وبالوظيفة هذه لأن الوظيفة تشغل ثلث يومي، أنا 8 ساعات، من 6 إلى 8 ساعات أكون بالوظيفة. فالوظيفة هذه لما أشغلها أو أخلي فيها جزء كبير من العطاء، مثلا أنا موظف أخدم، عندي ناس أشخاص يوني
أقدم لهم مثلا شغلة معينة، خدمة معينة، أخلص لهم أوراق. إذا كنت نشيط بهالعملية هذه وأقوم وأخلص الأوراق وأخذ ورقة من هني وأخذ من ورقة من هني وأستمتع بالإعطاء وأعطيه وأقول له تفضل مع كلمة حلوة مع ابتسامة، شنو راح يكون المراجع؟ شنو راح يكون ردة فعله؟ راح يكون جدا مستمتع. وأنا تخيلي أمارس هالشغلة هذه خلال الأسبوع كله كامل، راح أكون سعيد متواصل ويا الناس، قاعد أعطيهم شيء حلو، قاعد أمارس شيء ممكن يكون خلاص عادة عندي. لا، الابتسامة والعمل، وغير بعض الأشخاص اللي مع الأسف نشوفه دوامة قاعد وما له خلق دوامة، يعني يعتقد أن الدوام، يعتقد أن العمل أو الوظيفة هي مجرد شيء أنا أقضي فيه 8 ساعات وأطلع وأخذ راتبي وخلاص انتهينا. نعم، هذه مع الأسف لها يعني تبعات غير طيبة، خاصة لما أنا أمارس شيء لمدة أسبوع أو لمدة 5 أيام بالأسبوع، 8 ساعات يوميا أمارس شيء ما أحبه، فممكن يسبب لي بالمستقبل شيء سيء، نفس ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتمارضوا فتمرضوا فتموتوا. صح. هذا شنو نستخلص احنا من الحديث هذا؟ معناته إذا ما كان فيك شيء وتوقعت أنه لا هذا مكاني أنا سيء، مكاني سيء، مكاني سيء، راح يصير سيء، وبالتالي راح يصير من أسوأ مكان أنت تكون فيه. سبحان الله. مستحيل واحد يكون بمكان يداوم فيه من 6 إلى 8 ساعات ما يحبه كل يوم. في واحد يمارس شيء ما يحبه 8 ساعات باليوم، مصيبة هذه على المدى البعيد. نعم. فنحاول نعطي بدواماتنا، أي واحد بالدوام يحاول يعطي. طبعا هذه ثقافة مجتمع جدا رائعة، لما أنا أروح حق موظف حكومي بدائرة معينة وأعطي أوراق وأشوفها مبتسم يعطيني يأخذ أوراقي ويقول لي شنو تبي، شو ممكن، وين أخدمك، وين كذا وين كذا، هذا شيء يسويه أوفر، لأن أنا لا محالة، أنا ما عندي إلا هو جاي، ما في مجال، وهو ممكن يخدمني بنفس خايسة، عفوا، ممكن يخدمني بروح حلوة. صح. اللي يبقى فقط هو الانطباع، واللي يبقى فعلا هو إحساسه، هو إحساس الموظف. أنا كموظف لما أمارس العطاء بابتسامة بكلمة حلوة حق المراجع، أنا متأكد أن العائد لها راح يكون قمة السعادة لي. أنا راح أستانس لما يجيني مراجع، وهذا اللي نبيه. نعم. نبي الشخص يكون فعلا مستمتع بعمله، بالعمل الوظيفي، اللي يعتقد أنه هو روتين ممل. حمد، أخوي حمد، يمكن كثير الحين يسمعونك ويقولون الحين حمد يقولنا خلونا نستمتع بدوامنا، لكن زين يمكن بينه وبين نفسه يقول وين استمتع إذا كل الأجواء والمناخ اللي أنا أداوم فيه متعب، يعني تعب ما يعطيك أنك أنت تعطي أصلا. شو ترد عليه؟ شو تقول لهذا اللي يقول هالكلام؟ هذا الله يحفظك استاذ، هذا اللي تكلمنا عنه أول شيء، من غير مقابل. إحنا نبي من غير مقابل. من غير مقابل. لأن الأجواء دائما بالمجتمع، ترى مجتمعاتنا كلها دول الخليج كلها عفوا، يعني الأجواء الحكومية مملة، رتيبة، شيء روتيني ممل، هذا شيء طبيعي، هذا الطبيعي اصلا. الغير طبيعي انه يكون اشخاص معطين بدواماتهم الحكوميه او الدواماتهم الروتينيه. نعم. هذا الغير طبيعي، ولكن الطبيعي اللي تعودنا عليه هذا اللي قاعد تقولينه انت، كل مجتمعاتنا احنا كذي واضحه، بس هذه على المستوى البعيد مو زينه لي انا، لان الشخص اذا فكر بسلبيه راح يعيش حياته بسلبيه، خاصه انه تخيل يفكر بسلبيه مده 6 ساعات كل يوم. نعم. مصيبه. صح. فليش نتعلم احنا كذي؟ نتعلم العكس، وبالمقابل اهم شيء ان الشخص لازم يتعلم من غير مقابل. هو طبعا لما اتكلم عن الوظائف الحكوميه اتكلم عن اغلب الوظائف الحكوميه اللي ممكن انا اقدر اعطي فيها، ولكن في ترى يعني في ربع من الوظائف الحكوميه اللي ما اقدر اعطي فيها، هذا اللي يحاول يعطي بخارج وظيفته الحكوميه، ولكن الاغلب ممكن يعطي عنده مراجعين، عنده مدير، عنده تحت مسؤول عنهم اشخاص، ممكن يعطيهم ابتسامة، يعطيهم كلمة أو شخصيا يكون سعيد فيها. صح. ما أنتظر المقابل، أهم شيء أحط تحت عدم انتظار المقابل خطين، لأن إذا انتظرت المقابل قلت لك ممكن أصيب بخيبة أمل، ممكن غير توقعاتي، فحلو أن الواحد فعلا يعطي وما ينتظر المقابل أبدا، يعطي. نعم. لكن بالضبط. بس يمكن أنا لوجهة نظر أعطي وأنا راضية مش غصبا عني، عشان ما أدري أخوي حمد إذا أنت معايا أن كل مرض. صح. عضوي سبب نفسي. الله الله الله، بالضبط. نعم. نعم، نفس ما تفضلتي انتظارنا، فليش بالضبط. احنا نتعب عمارنا ونمرض عمارنا؟ لا صح، انا شوفي العطاء في جانب من العطاء او في محور من العطاء اللي هو محور اعطي انا غصب عني، هذا ترى ما يدخل تحت العطاء. العطاء اللي يجلب السعاده
واللي يوصل الى مرحلة الادمان انه لازم انا كل يوم اسوي عطاء، هذا العطاء اللي تكلمت عنه ما يدخل تحته، انه لما انا اشتغل غصب عني. في بعض النماذج نشوفهم احنا في الادارات الحكومية يشتغل ويعطي زيادة ولكن غير سعيد بما يعمل، هذا ما يدخل تحت العطاء، هذا مغلوب على امره. صح، هذا راح يصاب في 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 امراض عضوية بالمستقبل، ان شاء الله يشافيه وفوق عوقه. ولكن احنا نتكلم عن لان هذا الشخص ضبط عطاء بالشخص اللي فوقه، ان هذا اذا كان سعيد انا راح اكون سعيد، الشخص اللي فوقي اذا اعطاني اوامر انا اطبق، اذا اعطى لا 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 حبيبي، العطاء والثقه بالنفس. نعم، العطاء انا حياتي كذي خلاص. صحيح، انا استمر اعطي، اروح ادق سياره السلف العصر، امر مستشفى، اتكلم على امرني مريضين ثلاثه من نفسي، لما يجيني مراجع اشوف الاشخاص كلهم ما لهم خلق اللي يمي، اخذ اوراقه اسوي معاملاته اعطيه تفضل اسمع له حتى لو ما اقدر اسوي اسمع له. كل الشكر والتقدير لك حمد بودستور، مدرب تنمية بشرية من دولة الكويت الشقيقة، شكرا لك على هذا العطاء الجميل اليوم. عسى الله يحفظك ان شاء الله ويطول لي عمرك وساعة مباركة وتشرفنا. شكرا لك، يعطيك العافية والشرف لنا اكيد.